هل يمكن لقرينك أن يؤثر على الرزق ووقف الحال؟ هل القرين سيرافقنا في الدنيا وفي الآخرة أيضا؟ وماذا سيقول يوم القيامة؟ هل يمكن لهذا القرين أن يكون سببا في بعض الأمراض أو مثلا السحر أو الحسد؟ هذا ما نتعرف عليه اليوم في الجزء الثالث من سلسلة القرين، فتابعونا. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، نتابع هذه السلسلة ونتأمل اليوم موضوع خطير جدا ومهم، موضوع الرزق يهم كل واحد منا، علاقة هذا القرين بالرزق. أنا أقول لك أخي الحبيب، القرين يؤثر، نعم، ربما تعجب من هذه، ولكن لا تتسرع، سوف آتيك بالأدلة من القرآن الكريم أن هذا القرين له تأثير حتى على وقف الحال وعلى أرزاق الناس. انظر معي أخي الحبيب إلى هذه الآية الكريمة. الله سبحانه وتعالى يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. عندما استمعت معي لهذه الآية، هنا قرينك من الجن الكافر سيبدأ يوسوس لك ويقول لك: لا تقتنع بهذا الكلام، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، يجب أن تلجأ إلى الأسباب، يجب أن تعمل، يجب أن تلجأ إلى فلان، إذا عملت تأخذ رزقك، لم تعمل ستموت جوعا. ويبدأ هنا بتخويفك: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، فيقودك إلى الطريق الخطأ. عندما تستمع إلى كلامه أصبح الآن له سيطرة عليك، لأن الله تعالى يقول: إنما سلطانه، يعني الشيطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه، يعني يستمعون له ويطبقون ما يأمرهم به. فإذا استمعت لهذا الشيطان وبدأت المخاوف تسيطر عليك، هذا أكبر مانع للرزق، أن تخاف من القلة. هذه وسيلة يعطلك بها عن الرزق، بينما القرآن يعطيك تفاؤل. النبي يعطيك تفاؤل، يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده يقسم، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، ولو فر أحدكم من رزقه لأدركه كما يدركه الموت أو كما يدركه أجله. يعني أنت كما أنك لا تستطيع أن تهرب من الموت، لا تستطيع أن تهرب من رزقك حتى وأنت في بيتك. كيف؟ الله هو الذي يسبب الأسباب ويحرك الكون. فعندما تدرك هذه الحقيقة وتؤمن بها ترتاح نفسيا، يصبح لديك قدرة أعلى على اتخاذ القرار السليم في حياتك العملية، فيزداد رزقك. من أسس اتخاذ القرار الصحيح أن تكون هادئا مطمئنا بعيدا عن المخاوف، لأن الإنسان الخائف يكون دماغه مضطرب، قراراته غالبا ما تكون خاطئة. عندما تستمع لآية كريمة، الله سبحانه وتعالى يقول لك فيها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يتدخل هنا القرين ويقول لك: يعني هذا الكلام غير صحيح، ما علاقة التقوى بالرزق؟ يعني هل يمكن لإنسان أن يجلس ويتقي الله، يقول يا رب مليون مرة ويدعو ويصلي، من أين سيأتي الرزق إذا لم تعمل؟ فيفقدك الثقة بكلام الله. هنا أنت اتبعت هذا الشيطان، الله قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان،
لأنه يأمرك بالفحشاء والمنكر وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويريد أن يدمرك تماما هذا الشيطان بمخاوفه. استحوذ عليهم الشيطان، سيطر عليهم، فأنساهم ذكر الله. فإذا هنا عندما اتبعت الشيطان في هذا الطريق سيأخذك إلى الربا، سيأخذك إلى أكل مال الحرام، ربما يأخذك إلى السرقة، ربما ستصبح حياتك جحيما. وبالتالي هذا وقف للرزق، لأن وقف الرزق ليس فقط هو قلة المال أخي الحبيب، الرزق ليس هو المال، الرزق هو باب من نوع من أنواع المال. أنت عندما يأتيك ولد صالح هذا رزق، عندما تكون زوجتك صالحة وتنظر إليها وتقر عينك بها هذا رزق، عندما تكون في صحة جيدة هذا رزق، عندما تكسب ثقة الناس هذا رزق. لاحظت يعني أبواب الرزق واسعة جدا. فهذا الشيطان يريد أن يبعدك عن هذه الأبواب ويصور لك أن الرزق هو فقط المال، وبالتالي تكون تعيسا جدا مع هذا القرين. فهذا نوع من أنواع وقف الحال. إنسان مثلا يعني ما يتعلق بالمرض أو الحسد أو السحر، يعني طبعا الشيطان هو المسؤول عن السحر، هو الذي يوسوس لهذا الساحر ما يفعله، هو الذي يوسوس لهذا الحاسد ما يفعله. فالشيطان أقول لك أخي الحبيب، هذا القرين طبعا هو نوع من أنواع الشياطين، هذا القرين هو جن كافر. طبعا لمن يتساءل لماذا سلطه الله علينا كذا، في الجزء الأول يمكن أن تعودوا يعني لهذه المواضيع تناول. هذا الشيطان أو هذا القرين عندما ينسيك ذكر الله ماذا يحدث؟ جاء إنسان وحسدني ونسيت أن أقرأ قل أعوذ برب الفلق وأكرر ومن شر حاسد إذا حسد 7 مرات. هذه معلومة مهمة، أن تكرر ومن شر حاسد إذا حسد 7 مرات. الرقم 7 له أثر في الشفاء، وهناك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المجال. يعني تنسى ذلك فيؤثر حسد هذا الحاسد عليك، وبالتالي من المسؤول؟ هو القرين الذي أنساك ذكر الله. لاحظت كيف تربط الأمور ببعضها. فيجب أن تبقى في حالة حذر، في حالة انتباه. المؤمن حذر، أما هو قانت آناء الليل يعني خاشع ومتعبد ساجدا وقائما يحذر الآخرة. انظر معي، هنا عبر القرآن عن حالة الإنسان المؤمن القانت الخاشع الذي هو من أصحاب الجنة، الذي هو من أولي العلم، من أصحاب العلم، لأنه قال بعد ذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، هؤلاء أولو الألباب أو العقول. قال الله فيهم يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني أنت دائما كمؤمن في حالة حذر. وهذا أمر منطقي أخي الحبيب، لأنني الآن إذا أخبرتك أن هناك شر قريب منك، هناك لص قريب منك يريد أن يسرقك، لا تستطيع أن تنام، في كل لحظة تنظر إلى الكاميرا، في كل لحظة تقفل الأبواب، في كل لحظة تأخذ احتياطاتك. طيب إذا كان هذا حال لص بعيد عنك، وإذا يعني لديك وسائل أمان تتخذها ولا تستطيع النوم، كيف بقرين يعيش معك ويجري منك مجرى الدم، يعيش معك في غرفة نومك، يدخل معك إلى كل مكان؟ طب هل أطمئن له؟ يجب أن أحذر في كل لحظة. وبالتالي
بعض الناس لديهم وساوس من الشيطان، الوسوسة مصدرها الشيطان، لذلك سمي الوسواس الخناس. ولو لم تكن هذه الأمور مهمة لما ختم الله كتابه بسورة الناس التي فيها استعاذة من شر الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني هناك نوعين من الجن والإنس يوسوسون لك. الإنس تستطيع أن تبتعد عنه ولا تصاحبه، ولكن هذا القرين المشكلة أنه معك دائما. وبالتالي القرآن علمنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. استعذ دائما، اجعل لسانك يستعيذ بالله، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. أدعية كثيرة موجودة على الإنترنت تعلموها، النبي كان يدعو بها كثيرا. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، همزات خفية، وسوسة خفية. وأعوذ بك ربي أن يحضرون، هذه 7 مرات تكررها. كلما أحسست أنك غفلت عن الله، ضيعت وقت صلاة، غششت في تجارتك، حاولت أن تنظر إلى امرأة فاتنة لا تحل لك، كلما أي معصية سواء قمت بها أو حاولت أن تقوم بها، يجب أن تتذكر على الفور: إن الذين اتقوا إذا مسهم مس بسيط، يعني مرة مرورا، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تتذكر دائما أن هذا الشيطان هو الذي يوسوس لك، فتبصر، تستعيذ بالله من شر، وتذكر الله كثيرا. أقوى علاج لهذا القرين هو ذكر الله، يكف أذاه عنك. ذكر الله والطهارة، الطهارة وذكر الله، ولذكر الله أكبر. طيب، بقي موضوع يوم القيامة. هذا الشيطان سيتبرأ منك يوم القيامة. يعني وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. يوم القيامة الله يقول: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد، مريب. الذي مريب يعني مشكك، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. من الناس من يجعل المال إلها مع الله، من الناس من يطيع رؤساءه أكثر من الله. يمكن أن يرتكب جريمة ويقول لك أنا عبد مأمور، هذا جعل شريكا مع الله. فألقياه في العذاب الشديد، قال ربنا ما أطغيته. القرين يقول هذا، يتبرأ من صاحبه. قال ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد، كما في آية أخرى. إلا أنني، يعني يقول للشيطان: دعوتكم فاستجبتم لي. هو فقط دعاك فاستجبت، وسوس لك فتبعته. قال ربنا ما أطغيته، ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تختصموا لدي اليوم وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. يا لطيف، يعني انظر أخي الحبيب، موقف والله البدن يقشعر منه. أنا لا أستطيع أن أتصور موقف كهذا، أنك اليوم إذا أشعلت عود كبريت وقربت يدك منه بالخطأ، يمكن أن تلدغ وتبقى أياما تعاني. ما بالك بجهنم التي نارها 70 ضعف نار الدنيا، 70 ضعف. يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. نسأل الله عز وجل أن يعافينا جميعا، وأن يبعدنا عن هذه النار، وأن ينجينا من شر هذا القرين، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.